أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أرحب بكم، أنا فيصل أحمد الشلوب في برنامج ساعة في الاقتصاد، والحديث اليوم نتكلم عن المدن الاقتصادية، وأيضا بنتكلم أيضا عن موضوع مهم أيضا وهو المدن الصناعية. نتكلم عن هالموضوع إن شاء الله في الفترة الحالية، نأخذ تقرير عن هذا الموضوع، بعد ذلك نعود للحديث عن ما بيوفنا. المدن الصناعية والاقتصادية في المملكة دورا كبيرا من خلال مساهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، إلا أن القطاع الصناعي شهد تطورا مضطردا حقق خلاله إنجازات باهرة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من الدولة، وذلك نظرا للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة. ولقد اشتملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية على عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة والتوسع في إنشاء المدن الصناعية والاقتصادية بمختلف مناطق المملكة، حيث بلغت عدد المدن بالمملكة في غضون سنوات لأكثر من الضعف، إذ نما عددها من 14 مدينة صناعية في 2008 إلى 34 مدينة صناعية في 2015 بنسبة نمو قاربت 145%. وشهدت القاعدة الصناعية في المملكة توسعا كبيرا خلال الأربعة عقود الماضية، حيث قفزت عدد المصانع العاملة من 198 مصنعا في عام 1974 ميلادي إلى 7000 مصنعا في عام 2016. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وشكرا للزملاء على هذا التقرير. يسعدني الترحيب بضيفي في هذا وفي هذه الحلقة، المهندس خالد العثمان، عضو لجنة المكاتب الاستشارية. مرحبا فيك مهندس خالد. حياك الله، مسيك بالخير. مسيك بالنور وانت بخير إن شاء الله. في البداية كيف تشوف، خلنا نبدأ اليوم بداية الحلقة عن المدن الاقتصادية في المملكة، كيف تشوف واقع المدن الاقتصادية في المملكة؟ والله سؤال يعني فاجأك في البداية. لا مو فاجأني، بس حاد كذا، تخلينا يعني نبدأ بحامي من أولها، لكن الحلقة الحقيقة مهمة والموضوع مهم. المدن الاقتصادية موضوع يعني تجربة جديدة على مستوى العالم، يمكن سبقت فيها بعض الدول بنجاحات متفاوتة، يمكن التجربة الماليزية فيها كانت مشهودة، بتروناس وبتروجايا والأخيرة. المدن الاقتصادية في المملكة موضوع بدأ تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار في العهد الماضي، من بدايات هيئة الاستثمار، وتم من أكثر من 10 سنوات الإعلان عن 4 مدن اقتصادية جديدة: مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، مدينة المعرفة الاقتصادية في مدينة منورة، مدينة عبد العزيز المساعد في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية. وكان لكل واحدة من هذه المدن برنامج وتخصص مرتبط بالميزة النسبية للموقع والمدينة وإمكاناتها والآخر. بعدين تأسس في هيئة المدن، في هيئة الاستثمار تأسس وكالة المدن الاقتصادية، تحولت لاحقا إلى هيئة المدن الاقتصادية، استقلت عن هيئة الاستثمار وأصبحت لها مرجعية الإشراف على 4 المدن الاقتصادية. ما يميز المدن الاقتصادية 4 اللي نتكلم عنها عن بقية المدن الأخرى، إنها الفكرة من أساسها كانت إنها بالكامل استثمار للقطاع الخاص، ليس للدولة فيها أي علاقة استثمارية، هي مبادرات استثمارية خاصة من شركات خاصة تنظمها وتشرف عليها هيئة المدن الاقتصادية. لكن الحقيقة بعد 10 سنوات من إطلاق أفكار المدن الاقتصادية، حجم النجاح محدود بالنسبة للـ4 المدن كلها، وبالعموم متفاوت الإنجاز فيها ما بين مدن لم ترى النور بعد، لا زالت على الورق، ومدن حققت بعض الإنجازات الخجولة يمكن بسبب بعض الانتباه والدعم اللي تلقته من بعض أجهزة الدولة، زي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ. هذا التركيبة مختلفة عن المدن الأخرى اللي الدولة كان لها دور رئيسي فيها، إما من خلال إطلاق برنامج تطويري كامل زي هي الجبيل، زي مدينة الجبيل الصناعية وينبع الصناعية، ولحقتها أيضا تحت اختصاص هي ملكية الجبيل وينبع مدينة رأس الخير ومدينة وعد الشمال، وأيضا ولحقت على فكرة مؤخرا مدينة جازان الاقتصادية، حول اختصاصها من هيئة المدن الاقتصادية إلى هي الملكية الجبيل وينبع، إيمانا بأهمية هذه المدينة على وجه الخصوص.
والتركيبة الثالثة والمستوى الثالث هو هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية اللي تدير مناطق صناعية ومدن صناعية لاستيعاب وتوفير أراضي صناعية للمستثمرين الصناعيين. عندهم 35 مدينة صناعية على مستوى المملكة، أعتقد منها 23 أو 24 تحت التشغيل والبقية تحت التطوير. هذه بيئات صناعية متخصصة للمستثمرين الصناعيين، تدار بشكل جيد وباحترافية جيدة. اختصاصات المدن مختلفة. أنا أعتقد حتى فيما سمعنا من الرؤية الآن في حديث عن مدن جديدة، مدن للصناعات البحرية، مدن للصناعات القطاع الغيار والآخري. هذه التجمعات الكلاسترز جيدة مفيدة، لكن الحقيقة يجب أن يكون لها برنامج واضح ومعالم واضحة وحوكمة واضحة لضمان نجاحها بالشراكات المطلوبة، بحيث ما نكرر حالات القصور اللي شفناها في حالة المدن الاقتصادية. جميل. يعني هذا شرح ممتاز حقيقة للواقع المدن الاقتصادية في المملكة، يعني أغنانا عن أسئلة كثيرة نسألها بقية الضيوف حول شرح هذا الموضوع. الأستاذ علي العماش أمين الغرفة التجارية والصناعية بحايل معي من حايل، مرحبا فيك أستاذ علي. حياكم الله، أهلا وسهلا فيك وضيفك الكريم. الله يحييك. وأيضا معنا من الكويت ضيفنا ميثم الشخص، رئيس تنفيذي لشركة العربي للوساطة المالية، مرحبا فيك أستاذ ميثم. حياك الله أخي فيصل، نمسي عليكم ونمسي على ضيوفكم الكرام. مساك الله بالخير. أستاذ علي نبدأ معك، يعني هل يتماشى مع الدول، إذا جينا نتكلم عن واقع الدول الاقتصادي، هل يجب أن تتماشى المدن الاقتصادية في هذه الدول على النجاح الاقتصادي لهذه الدول، أو أنه إذا كانت الاقتصاد يتعرض لأزمات لأي دولة، نتكلم بشكل عام، هل أيضا المدن الاقتصادية في هذه الدولة تتعرض لمثل هذه الأزمات، بمعنى أنه يتماشون بخط واحد؟ ما في شك حقيقة تتأثر المدن الاقتصادية بالجو العام في الدولة التي تستضيف هذه المدن. إذا كان هناك نمو اقتصادي تشهده الدولة، فلا بد أن تتأثر المدينة الاقتصادية التي تكون داخل حدود هذه الدولة تأثر كبير. التقرير الأخير حول المدن الاقتصادية الأكبر على مستوى العالم، تتصدر الولايات المتحدة هذه المدن بست مدن اقتصادية، يأتي بعدها عدد من المدن الآسيوية. ما في شك أن الاقتصاد الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية يؤثر بشكل كبير على اقتصاد على نشاط هذه المدن، وبالتالي السماح بنموها بشكل مضطرد مع نمو الاقتصاد لهذه الدولة. جميل. أستاذ ميثم من الكويت، نتكلم على دول الخليج استفادت من إمكانياتها المالية في تأسيس قاعدة ممتازة في المدن الاقتصادية أو لا؟ نعم، حقيقة يمكن نحن كدول مجلس التعاون الخليجي لدينا مقومات أساسية لإنشاء مدن صناعية متطورة ومتقدمة، وتستطيع أن تنافس في منتجاتها ومخرجاتها المنتجات والمخرجات العالمية. لذلك المقومات الأساسية كما يراها الكثير من المراقبين والتقارير التي رصدت مثل هذه الأمور، رصدت ويعني حددت أن المقومات الأساسية من رأس مال واستثمار وقناعة في الاستثمار في مثل هذا الأمر هو موجود. المساحة الشاسعة حقيقة تعطي أيضا لمجلس التعاون الخليجي أهمية باستغلال الكثير من الأماكن في إنشاء مدن صناعية. حاجة السوق من المنتجات التي قد تنشأ عبر يعني هذه المدن و
يعني الاستفادة من المخرجات وتسويق منتجات المدن الصناعية في المنطقة وقرب هذه المنطقة ما بين أفريقيا وما بين آسيا، أيضا من أهم المقومات الأساسية اللي تعطي أهمية لإنشاء هذه المدن. إذن أنا أعتقد بأن منطقة الخليج وموقعها الجغرافي الأساسي والكثير من هذه المقومات تجعلها من يعني أفضل الأماكن التي نستطيع أن نقول بأنها مدن صناعية متقدمة، والاعتماد ورغبة القادة الآن بتحويل الاعتماد على المصدر من مصدر أحادي وهو النفط إلى تنوع مصادر الدخل يجعل من قرار إنشاء مدن صناعية هو قرار مصيري، هو قرار مستقبلي مهم جدا، بالإضافة إلى ما هو موجود الآن. نعم في تطور في إنشاء المدن، لكن حتى الآن يعني مستوى الصناعات مقارنة في الصناعات العالمية أنا أعتقد في تطور هام وجيد وممتاز، لكن لم يصل حتى الآن على الأقل لمستوى طموحنا حتى نستطيع أن ننافس في عدد من الصناعات الأساسية التي من الممكن أن ننافس فيها. فقط لربما أشير إلى العامل الوحيد الذي ممكن التغلب عليه كمعوق وهو الأيدي العاملة، ومقارنة في يمكن الأسعار والرواتب والأجور الخاصة في الأيدي العاملة في مناطق معينة واستغلالها في هذه المدن الصناعية مقارنتها في منطقة الخليج ربما تكون هي أعلى، لكن من الممكن أيضا أن يكون هناك اتفاق، هناك يعني عقود جماعية وغيرها من الأمور التي تنهي هذه المعضلة إن كانت هي يعني معوق لإنشاء وتطوير هذه المدن. جميل، أنوه فقط أنه في عام 2015 تنافست أكثر أو كل دول العالم أنه تدخل مدنها القائمة الخاصة بأفضل المدن الاقتصادية في العالم. كان في طبعا في دولة أو في مدينة من المملكة العربية دخلت هذا القائمة، وحقيقة أستغرب أنه عدم الحديث عن هذا الموضوع، أنه مدينة الرياض قفزت 7 مراكز ووصلت إلى مركز 14 في العالم على 20 تقريبا مدينة أفضل المدن الاقتصادية في العالم، طبعا صدرتها نيويورك الأمريكية. والرياض قفزت في عام 2015 7 مراكز حتى وصلت إلى المرتبة 14، والدوحة أيضا دخلت وتذيلت هذه المدن بوصولها إلى المركز 20 الأفضل، طبعا القائمة مجموعة زد ين لأنجح المدن الاقتصادية في العالم اللي طبعا تصنفها وفق المقاييس المؤشر المراكز المالية العالمية، طبعا هذا اللي طبعا يحاولون أنهم يقيسون فيه نجاح ونمو هذه المدن الاقتصادية. نتكلم الآن عن المدن الاقتصادية، عندنا مدينة الرياض داخلة في هذه الناحية الأنجح في العالم، كيف ندعم وكيف أيضا نماثل هذه التجربة بمدن أخرى؟ لا، هو الحقيقة مدينة الرياض والمدن الرئيسية ما فيها الدوحة والأمثلة الأخرى ونيويورك اللي ذكرتها، هذه مدن الجانب الاقتصادي فيها موجود وله دور وأثره، لكن هي مدن غير متخصصة وغير مصنفة كمدن اقتصادية، وليس لها مرجعية للهيئات المشرفة على المدن الاقتصادية والمدن الصناعية اللي ذكرناها. فمدينة الرياض مثلا مدينة متنوعة، يعني لها دورها الإداري كعاصمة المملكة، لها دورها الاجتماعي، لها دورها القيادي الإداري إلى آخره، لها دورها الاقتصادي ولها دورها الاقتصادي، لكن القصد أنه المدن اللي مصنفة كمدن اقتصادية هي أساسا بنيت على منظور استثماري بحت. ما نقدر أن مثلا نوازي هذه التجربة لمدن اقتصادية بحتة زي الأربعة اللي ذكرناها الآن، عندنا 4. صحيح، هو يعني يمكن كأنك أنت تبغى تقول لماذا لم تنجح المدن الأربعة بالشكل المطلوب ولماذا ليست موجودة أصلاً على القائمة. مدينة ناجحة. صحيح، لكن لما تيجي تقيسها بالخبرة التراكمية، مدينة الرياض لم تبنى في 10 سنوات، ويمكن هذا النموذج اللي خلينا نقول ليش كيف تبنى المدن، كيف تنشأ المدن. الحقيقة إنه هذا كان واحد من التحديات اللي شابت بداية المدن الاقتصادية من أكثر من 10 سنوات، وكانت واحدة من النقاط اللي طرحت على محمل التحفظ في مسيرتها من البداية. المدن يا سيدي الكريم لا تنشأ بمفهوم عقاري، لا يمكن.
أن تنشأ مدينة بمفهوم عقاري بحيث أنه يجي مستثمر حتى لو كانت الدولة وتخطط قطع من الأراضي وتبيعها للناس بفكرة عقاري بحت. لذلك أنا أعتقد أنه المدن الأربع اللي طرحت في إطار المدن الاقتصادية المتخصصة لم تجد النجاح المأمول وبعضها زال على الورق، بالرغم من أنها يعني حصلت بعضها على الأقل حصل على حلول تمويلية مميزة سواء من خلال طرحها الاكتتاب العام أو من خلال دخول مستثمرين كبار أو حتى زي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بحصولها على دعم تمويلي في شكل قروض حسنة من وزارة المالية، ولكن لازال نسب النجاح فيها يعني بعد 10 سنوات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأكثر تقدما ما بين المدن الاقتصادية ليس فيها أكثر من 7000 نسمة. حققت نوعا ما أهدافها المدن. أنا أعتقد إنه أهدافها عائمة، أهدافها غير محددة المعالم. وزي ما ذكرت لك التنمية بالمفهوم العقاري لا يمكن أن تنجح إنشاء المدينة. المدن تبنى بمفهوم تنموي، والمفهوم التنموي بالمنظور الاقتصادي يعني أن تنشئ بؤر التنمية الجاذبة للسكان، الجاذبة للخالقة للوظائف، وبالتالي يقبل عليها الناس للسكن والإقامة وبالتالي يستفيدون منها وتنشأ بعد كده منظومة الخدمات المصاحبة. لكن ما حصل في المدن الاقتصادية على الأقل في التجربة السعودية ويمكن يعني نتعلم من أخطائنا إنها بدأت بالمكون العقاري وبالتالي تعثرت. يمكن كان السبب الدافع وراء التوجه هو البحث عن تدفقات نقدية تساند بداية المدينة والآخرة، ولذلك ما نجد من نجاح نسبي أو تقدم نسبي في حالة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مقارنة ببقية المدن هو بسبب أنها ولو في مرحلة متأخرة نجحت في خلق بعض مراكز الجذب مثل الميناء مثل عدد كبير من المصانع. أعتقد أنه هي على الأقل على بوابة تطور جيد مقارنة ببقية المدن. مدينة جازان الاقتصادية كان فيها إمكانية غير عادية الحقيقة مقارنة بالمدن كلها، لكن أيضا سيطرة الجانب العقاري فيها أكبلها، وأنا أعتقد أن الدولة انتبهت لهذا الخطأ وحمت المدينة من دوامة ودورة التعثر اللي خشي منها على إمكانية النمو في هذه المدينة، وبالتالي نقل اختصاص إدارتها إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع استشهادا وأملا في تكرار نجاحات الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الجبيل وينبع ورأس الخير ووعد الشمال. المدن الاقتصادية فرصة ممتازة، فكرة جيدة، نجاحاتها على مستوى العالم متفاوتة، ولكن من المهم أننا نتعلم من تجارب الآخرين وما نكرر أخطائنا ونخرج من سطوة المفهوم التجاري القصير المدى، لأن المدن لا تبنى إلا بمفهوم تنموي بعيد المدى. طيب أستاذ علي، نتكلم على أنه المدن الاقتصادية المفترض أنه القطاع الخاص يبدأ بالتنمية والاستثمار في هذه المدن، لماذا لم يستطع القطاع الخاص أن يأخذ هذا الدور في الفترة الماضية؟ لي تعليق بسيط بداية على التقرير المصنف لأفضل 20 مدينة اقتصاديا. التقرير المشار إليه يتناول الموضوع ماليا وليس كمدن اقتصادية، يعني تعاملات مالية وبورصة للأسواق المالية لا يناقش ولا يضع في معاييره أي معيار من معايير المدن الاقتصادية التي نتكلم عنها، فهذا هناك فرق يعني بالموضوع. ما يتعلق بالمدن الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص وتطويره لهذه المدن، حقيقة إذا أخذنا على سبيل المثال الهيئة الملكية للجبيل وينبع فقد حققت خلال 40 سنة 12% من الناتج المحلي الإجمالي و170 ألف فرصة عمل بعد 40 سنة، ونحن في المدن الاقتصادية حقيقة نتطلع حسب ما تشير إليه يعني التصريحات الإعلامية الخاصة بما أنسوب الهيئة المدن الاقتصادية المؤسسة مؤخرا إلى أن القطاع الخاص رفع سقف التوقعات في بداية تأسيس هذه المدن. 1000 كيلومتر مربع هو مساحة المدن الاقتصادية الأربع، ما يعادل مساحة 4 عواصم خليجية. طبعا إنشاء 1000 كيلومتر مربع وتطوير البنية التحتية
يبدو أنه فوق طاقة القطاع الخاص. يعني هذا من أبرز المعوقات التي واجهت المطورين الذين بدأوا المراحل الأولى لتطوير المدن الاقتصادية الأربع. طبعا إذا أخذنا استثنينا مدينة المعرفة الاقتصادية مساحتها تقريبا 5 كيلومتر مربع، بقية المدن حقيقة يعني مساحتها جبارة، ولا يمكن للقطاع الخاص أن يتبنى تطوير هذه المدن بنفس الوتيرة بشكل متسارع بدون وجود دعم حكومي كبير للمشروعات المفصلية الاستثمارية الكبرى فيها، ووضع جدول زمني وبرنامج زمني معقول للوصول إلى الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المدن. يبدو أن مدينة جازان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ توجهت تقريبا بعد التعثر الذي صاحب البداية، إلا أن مدينة الأمير عبدالعزيز بن سعد الاقتصادية لا تزال في طور البدايات. حقيقة رؤية المملكة 2030 نصت على الاستفادة من الموقع المميز للمملكة العربية السعودية واستغلال المدن الاقتصادية وإعادة تطويرها. صدر الأمر الملك الكريم في ديسمبر الماضي بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لرئاسة مجلس هيئة المدن الاقتصادية، وصدر تقريبا قبل شهر أو شهر ونص تشكيل مجلس إدارة هذه الهيئة بوجود 7 وزراء من الوزارات المعنية بالاقتصاد والتنمية و3 شخصيات اقتصادية بارزة يمثلون مجلس إدارة الهيئة. حقيقة يبدو أن تنفيذ رؤية المملكة ووضعها على موضع التنفيذ سيكون هيئة المدن، سيكون المدن الاقتصادية هي المحفز الرئيسي والموظف الأمثل الذي سينفذ هذه الخطط للوصول بإذن الله إلى تحقيق الأهداف التي أعلن عنها، سواء في برنامج التحول الوطني 2020 أو بالبرنامج العام 2030، برنامج الرؤية للمملكة العربية السعودية. جميل. أستاذ ميثم من الكويت، كيف تساهم المدن الاقتصادية في تنمية اقتصاد المنطقة في الخليج؟ كيف تشوف أن المفترض أن تساهم فيه؟ نعم، حقيقة بناء المدن يعني يأتي وفق استراتيجية وأهداف محددة وأساسية. أولا المساهمة في الناتج العام والدخل القومي للدولة عن طريق طبعا هذه المخرجات، مخرجات الصناعية من هذه المدن. إذا ما يعني تم تخصيص هذه المدن مثلا بأشكال معينة، مثلا مدن صناعية لصناعات البتروكيماوية أو صناعات خفيفة أو أي صناعات غذائية أو غيرها من هذه القطاعات الأساسية في القطاعات الصناعية المختلفة، أعتقد كل صناعة من هذه الصناعات هي لها أهمية في الناتج القومي العام وله أهمية في الاقتصاد، الاقتصاد الكلي للدولة. لذلك عملية الاعتماد على مثل هذه الصناعات وتطويرها وأهميتها في دول مجلس التعاون الخليجي يأتي في ظل عدم يعني في وجود رغبة لعدم الاعتماد على المنتجات الخارجية، لعدم الاعتماد على الصناعات الخارجية، بل لتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي للدولة. الأمر الآخر وهو المهم، قياس الآن تقدم الدول على مستوى العالم لا يأتي بيعني المال وكثرة المال في هذه الدول، بل هو كيفية استغلال هذه الموارد المالية والتدفقات النقدية في الجانب الصناعي بالدرجة الأولى ومختلف الصناعات الأخرى، لكن الصناعات خاصة الصناعات المختلفة، ليس فقط الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات الأساسية، لكن مختلف وغلت هذه الصناعات وكيفية التعامل معها وأهميتها في كل دولة هو هذا المقياس للتصنيف الخاص بالدولة وأهميتها. لذلك نجد يعني على سبيل المثال، أضرب هذا المثال بأن كثير من الشركات الصناعية الكبرى في مستوى العالم
يعني تدخلت وتقاد أولا من القطاع الخاص طبعا، أتكلم عن الدول المتقدمة، وتتدخل في جميع الشؤون حتى في الشؤون السياسية على سبيل المثال لبعض الدول، وتحدد وتقود لربما الكثير من القضايا الهامة في هذه الدولة. لكن بشكل أو بآخر نجد حتى في الأسواق المالية هذه الشركات تتمثل أهميتها بوجودها في هذا السوق، لأهمية السوق انعكاس لوجود هذه الشركات، بمعنى أن السوق مهم إذا كانت هذه الشركات مدرجة في مثل هذه البورصات على سبيل المثال، لأن العوائد هي عوائد تشغيلية، عوائد يعني شبه مستقرة إلى حد كبير. أضف إلى ذلك عملية مخرجات التعليم المختلفة في الدول، دول المجلس التعاون الخليجي الآن كان يجب أن توجه إلى أن يكون هناك إنشاء مدن معينة واستغلال هذه الكوادر الموجودة، بل وتدريب المواطنين، إذن خلق فرص عمل وظيفية للمجتمع الذي يجب أن يغير من قناعاته بأن يكون هناك توجه إلى مثلا الأعمال الخفيفة الإدارية وغيرها، بل يجب أن يطور من إمكانياته لأن يدخل في المدن الصناعية. إضافة إلى كل هذا أنا أعتقد حتى إدارة رؤوس الأموال في القطاع الخاص نحو المدن الصناعية وتكوين قاعدة لعدم يعني الاحتياج من الخارج، سد فراغ كبير من نقول احنا الرضا الذاتي او الاكتفاء الذاتي من المنتجات الاساسيه سواء مشتقات بتروليه او غيرها او حتى استهلاكيه غذائيه بمختلف الصناعات. اعتقد بان مثل هذه الصناعات الموجوده اذا كان هناك مدن هي مخصصه لمثل هذا التركيز سيكون حتما العائد أكبر على بقية القطاعات، حتى القطاع النفطي على سبيل المثال إذا ما كانت لدينا مدن صناعية ناجحة وتقوم بالتصدير بدل أن تقوم الدولة بالاعتماد على الاستيراد في مثلا منتجات معينة، هذا يعطي استغناء ولو جزئي على الاعتماد الكلي على النفط بأن يكون هو المورد الأساسي. لذلك حتى في رؤية مثلا 2030 للمملكة العربية السعودية بأن الاعتماد على النفط يجب أن يكون هناك تراجع في الاعتماد على النفط عبر الاعتماد على إنشاء مدن والاعتماد على المدن الاقتصادية والصناعية بالدرجة الأولى بأن هي تقود المرفق الأساسي للاقتصاد المملكة العربية السعودية، وأيضا يجب أن تحذو دول المجلس التعاون الخليجي الأخرى حذو المملكة العربية السعودية في مثل هذه الأطروحات وهذه الاستراتيجيات الهامة جدا في الاقتصاد باعتقادي. جميل، سكرنا موضوع المدن الاقتصادية والآن نبدأ بالمدن الصناعية. على خبر اليوم نزل أنه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الهيئة وقعت في عام 2015 عدد من العقود بلغ أكثر من 6000 عقد، استثماراتها وصلت أو أيضا ذكرت بالأرقام أنها وصلت 600 مليار ريال بحوالي 160 مليار دولار، فيها حوالي أكثر من 250 ألف وظيفة. يعني رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تتحقق بمثل هذه الاستثمارات، كيف تشوفها مهندس خالد والمدن الصناعية، واقع المدن الصناعية في المملكة؟ المدن الصناعية فرصة، هي كما ذكرت لك الآن هيئة المدن الصناعية تقوم فيها بدور المطور المدير لبيئات والمشرف صناعية والمشرف طبعا، إنما على يعني طبعا هذا كلام جيد على المدى القصير، لكن على في المنظور التنموي الحقيقة لابد من تعظيم دور هيئة المدن الصناعية أو رفضه بأدوار تقوم بها جهات أخرى. هيئة المدن الصناعية الآن هي مالك للأراضي اللي توفرها للمستثمرين الصناعيين صغارهم وكبارهم بمختلف أحجام الفئات الاستثمارية، إنما في 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 حال عدم تنمية الفرص الصناعية من مختلف مصادرها سواء بالبحث والتطوير، دور الجامعات ومراكز الأبحاث مهم جدا في هذا الأمر،
نقل التقنية بالشراكات الدولية، جسر الهوة ما بين قطاع التعليم وسوق العمل، قضايا من هذا النوع إذا لم تخلق الفرص الاستثمارية في الإطار في المجال الصناعي لن توظف هذه الأراضي وهذه البيئات الصناعية بشكل. هل استثمرت وهل وظفت؟ هيئة المدن الصناعية الآن في المانديت في دورها الحالي ليس دورها خلق الفرص الصناعية، هي توفر أراضي فقط للمستثمرين الصناعيين، تقوم بدور تسويقي، تقوم بدور توفير خدمات والبنية التحتية للاستثمارات الصناعية، لكن إدارة الاستراتيجية الصناعية الحقيقة مظلتها أكبر، دور البيئات الصناعية واحد من مكوناتها. هذا دور مين؟ دور المفترض يعني. الحقيقة الآن لا يوجد مسؤول أو جهة مسؤولة عن تنمية الصناعة. الآن القطاعات العاملة في قطاع الصناعة في المملكة، وزارة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بعد تشكيلها الجديد، صندوق التنمية الصناعي وهيئة المدن الصناعية، ويرفدها بعض الجهات الداعمة في مرحلة ثانية زي هيئة تنمية الصادرات، الجهات التمويل إلى آخره. لكن ما بين الثلاث الجهات اللي مسؤولة عن إدارة قطاع الصناعة بشكل تكاملي لا يوجد جهة مسؤولة عن خلق وتنمية وتسويق وتحفيز الاستثمار الصناعي. وما يدور فيها هي مبادرات متناثرة، لأن دور وزارة الصناعة دور تنظيمي تشريعي، تصدر التراخيص الصناعية وما في خلافه، صندوق التنمية الصناعي يوفر التمويل ودراسات الجدوى والإرشاد وخلافه، وهيئة المدن الصناعية توفر البيئات والأماكن والأراضي للاستثمارات الصناعية، لكن من يخلق المبادرة، من يخلق الفرص الصناعية؟ هذا يعني مجال يحتاج فعلا تركيز في هيكلته ومؤسسته ووكاله إلى جهة معينة. قد تكون دور هيئة الاستثمار واحد من الجهات اللي ممكن تقوم بدور في هذا الموضوع. الجانب الثاني يتعلق بالمدن الصناعية، ويمكن حتى إذا تسمح لي أرجع على المدن الاقتصادية. نجاح الكيانين والنموذجين بما فيهم من اختلافات وتباينات يحتاج كثير من الإجراءات والحوافز والممارسات، سواء على مستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص. مثلا المدن الاقتصادية تحتاج أنها يكون عندها تميز نسبي إضافي يجعلها في إطار الجذب المختلف عن بقية المدن، يعني عشان تخلي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية جاذبة للسكان وهي تبعد 80 كيلومتر عن جدة. هذا في حد ذاته تحدي من نوع خاص، ليس فقط بخلق الوظائف والاستثمارات النوعية فيها، لكن ربما ببعض المزايا اللي تستقطب مستثمرين محليين وأجانب. لو حولت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبقية المدن الاقتصادية إلى مدن حرة free zones، فيها امتيازات ضريبية، فيها امتيازات ربما اجتماعية، فيها يعني مزايا تقلبها تجربة عالمية يعني بالضبط. يعني فكرة free zones، المدن الحرة والمناطق الحرة لها نجاحات كبيرة جدا، يمكن حتى النجاح اللي نشوفه في تجربة الإمارات العربية المتحدة في منطقة جبل علي، منطقة الشرق الحرة إلى آخره. هذه النماذج لها إمكانيات عالية جدا بأنها مستثناة وتحصل على مزايا إدارية وتشغيلية وتنظيمية تختلف عن بقية المدن. لها امتيازات في الاستقدام، لها امتيازات في الدخول، في التأشيرات، في دخول رجال أعمال، في هذا ما يمكن أن يعطيها. هذا واحد من القضايا اللي ممكن تعطيها مزايا إضافية. رفدها بعلاقات تضامن مع مراكز الأبحاث والجامعات. في الجامعات ومراكز الأبحاث في كثير من براءات الاختراع والفرص والأبحاث التقنية اللي موضوع على الرفوف، برنامج لما يسمى بالإنجليزي الكوميرشاليزيشن، يعني إدخالها في منظومة تجارية تحول هذه الأفكار باحتضانها، توظيف رأس المال الجريء إلى أن تصبح استثمارات صناعية في النهاية توظف هذه البيئات اللي في المدن الصناعية وتخلق فرص عمل ويصير لها العائد الاقتصادي المردود. إحنا عندنا مكونات متناثرة تحتاج أنا أعتقد في رأيي تحتاج الأوركستريتر، من يعني ينسق هذه الأدوار ويضعها في إطار استراتيجية صناعية كاملة. وزارة الصناعة كانت أعدت
سابقا استراتيجية صناعية، لكن الحقيقة لم تجد دورها في التفعيل. أنا أأمل أن هيئة المدن الاقتصادية الآن تقوم بدور رائد في هذا الموضوع، وخاصة مع رفع مستوى التنسيق مع الهيئات الأخرى. يعني وجود ثلاثة هيئات الحقيقة قد يفتت الجهود، هيئة المدن الاقتصادية والصناعية وهيئة الجبيل والينبع، في تداخلات بينها ربما تحتاج أن يكون لها نوع من التنسيق، وربما الدمج حتى بتكوين هيئة تحت مظلة وزارة الطاقة والاقتصاد لإدارة منظومة المدن الاقتصادية والصناعية بشكل شامل. طيب أستاذ علي، كيف تنظر أنت للمدن الصناعية في المملكة العربية؟ كيف تشوف واقعها؟ وعندكم يعني في حايل أيضا مدينة اقتصادية، وأيضا تعتبر أيضا رافد صناعي في المسألة. حقيقة هيئة المدن الصناعية خلال الفترة الماضية بذلت جهود كبيرة جدا لتهيئة البيئة المناسبة لإقامة المصانع من توفير أراضي وخدمات مصاحبة لهذه الأراضي، إلا أنه لا تزال حقيقة بعض المدن الصناعية ينقصها الكثير من الخدمات البنية التحتية، ويبدو في مقدمتها ما يتعلق بالطاقة الكهربائية، فلا تزال بعض المدن الصناعية تفتقر إلى وجود خدمات رئيسية لأصحاب المصانع والمستثمرين داخل هذه المدن. حقيقة المرحلة الماضية حققت نقلات كبيرة نوعية مشكورة، إلا أنه نتطلع إن شاء الله من هيئة المدن المزيد من الاستمرار في هذا المجال. حقيقة ما يتعلق بالاستراتيجية الصناعية ورؤية تطور الصناعة في المملكة العربية السعودية، يبدو أن هناك بعض الاختلاف بين رؤية المستثمرين ورؤية حاجة المخططين والمنظرين في المجال الاقتصادي. الآن الحاصل في المجال الصناعي هو نأتي نحصل على هذا المصنع ونصمم خط الانتاج من الخارج، ونأتي بعمالة أجنبية ونأخذ تمويل من الصناديق الوطنية، ثم ننتج هذه السلعة. لا يوجد إنشاء بنية متكاملة سواء لسوق العمل المحلي لتشغيل وتوظيف الشباب في هذه المصانع، وهذه يبدو أبرز المشاكل التي تواجه نجاح الاستثمارات الصناعية، حيث أنها لم تحقق القيمة المضافة التي يتطلع إليها المجتمع في الاستثمار في هذه المدن. نأمل إن شاء الله أن تواكب هذه المصانع الجديدة التي تنشئها وتستضيفها هيئة المدن الصناعية توظيف التقنية وتوظيف خدمات تركيب خطوط الانتاج وتوظيف عملية تشغيل الشباب السعودي للعمل في هذه المصانع، والحد من عمليات الاستقدام غير المبرر في هذا المجال. جميل. أستاذ علي، يعني إذا جيت تتكلم على زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة، واللي تركزت بشكل واضح على أمور التقنية بزيارات أيضا ونظرة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 أنها تركز على التقنية، وهي إذا جينا نتكلم على شركات عالمية الآن بالنسبة لأرباحها توازي دول، وهي شركات بدأت صغيرة من برامج التقنية. هل من الصعوبة أن نصل لمثل هذه التقنية وهذا النجاح التقني؟ وإذا أن المسألة في المشاكل اللي ذكرتها أنت، هل يجب على هيئة المدن أن تعمل على الجانب الاجتماعي أيضا داخل المدن الصناعية، بمعنى أنه تنشئ المدارس والمستشفيات، تهيئ البيئة الاجتماعية للموظفين داخل هذه المدن الصناعية؟ نعم، ما يتعلق بنقل أو اقتصاد المعرفة وإنشاء اقتصاد قائم على المعرفة في المناطق التقنية والصناعية في تحدي كبير، لكن متى ما توفرت الرؤية والإرادة
حقيقة جميع المقومات متوفرة لدينا بالحمد لله. يوجد تجارب لدى جامعة الملك سعود في الرياض لإنشاء وادي الرياض للتقنية، وأعتقد في جدة وفي بعض المدن الأخرى تأسيس وادي للتقنية في المدن الصناعية. حقيقة الاقتصاد القائم على المعرفة يشكل حجم كبير من حجم الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات متقدمة. لابد أن يكون للمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة موطئ قدم للعمل وفق هذه الرؤية، اقتصاد مربح ويوظف طاقات الشباب بشكل مميز. نحتاج تكاتف وتنسيق أدوار جميع الجهات من جهات جامعية وتعليمية ومراكز بحوث وإدارات خدمية للعمل وفق هذا الاتجاه للخروج إلى تنمية الاقتصاد أو الوصول إلى اقتصاد المعرفة. وأعتقد أنه ضمن الخطط التنموية الماضية وضمن الرؤية المستقبلية ما يتعلق بإيجاد خدمات اجتماعية داخل المدن الصناعية فهو مطلب ملح. إذا ما علمنا أن سكان أو العاملين في هذه المدن الصناعية جزء منهم يحتاج إلى توفير بيئة اجتماعية مناسبة له ولأسرته، وجزء كبير منهم أصحاب مؤهلات عليا يضطرون إلى إخراج أبنائهم للدراسة أو للعلاج الطبي أو للترفيه خارج هذه المدن. وحقيقة مساحة المدن الصناعية يجب أن يؤخذ في تخطيطها وجود مثل هذه المرافق الأساسية الهامة. وأعتقد أنه هيئة المدن الصناعية أخذة في الاعتبار إيجاد هذه المرافق الحيوية والأساسية لتقديم خدمات أساسية ولإبقاء بيئة متوازنة للعمالة التي تعمل داخل إطار هذه المصانع وترفيهية تساهم في استقرارها داخل هذه المدن الصناعية. جميل. أستاذ ميثم، إذا جينا نتكلم على الدول مجلس التعاون وواقع المدن الصناعية داخل مجلس التعاون، ماذا ينقص المدن الصناعية حتى تتكامل مع الدور الاقتصادي لهذه الدول؟ نعم، حقيقة يمكن عبر مختلف الملتقيات والمؤتمرات القمم بين السادة رؤساء وملوك وأمراء مجلس التعاون الخليجي كان هناك ملف هام وهو ملف اقتصادي، عبر أن مطالبة للتكامل الاقتصادي للدول المجتمعة. يعني يمكن تبادل الخبرات وتبادل المعلومات، وكما نستطيع أن نقول حتى حرية انتقال رؤوس الأموال والاستثمار ما بين الدول حتى في القطاع الخاص كان يجب أن يكون موجود. يعني وأعتقد يمكن ولو أنه الآن موجود بحدود معينة ما بين الدول، يمكن مرتفع بين دول معينة دون أخرى، لكن يجب أن يكون هناك انفتاح أكثر، خاصة إذا ما رأينا أن هناك تطور كبير في المدن الصناعية دول مجلس التعاون الخليجي، بل أن هناك منافسة حتى على المدن العالمية من خلال يمكن رؤية معينة. يمكن المملكة العربية السعودية تستحوذ على أكثر من 51.3% من إجمالي المدن من عبر المدن الصناعية والصناعات بشكل عام، وعبر هذا القطاع المهم جدا نجد أن يجب أن يكون هناك تركيز على الأهمية الجغرافية للمنطقة والاستفادة من الدول ككيان وكتلة واحدة إن صح التعبير. حتى يعني نحن الآن إذا أخذنا الخريطة نجد أن الدول مجلس التعاون الخليجي هي تقع على 3 أوجه مائية، فبالتالي الانتقال والخدمات اللوجستية وتقديم الخدمات اللوجستية وغيرها من الأمور لأن تضع مناطق معينة جغرافيا هذه المدن الصناعية
باستثمارات موحدة. وبالفعل أنا أعتقد بأن رؤوس الأموال المشتركة موجودة عبر مثلا بنوك معينة، مثلا بنك التنمية الإسلامي الذي هو عبارة عن خليط من رؤوس الأموال الإسلامية والخليجية، لدينا مؤسسة خليج الاستثمار على سبيل المثال فعالة جدا في نطاق التكامل الاقتصادي حقيقة من خلال اتفاقيات متعددة، هي مؤسسة خليجية برؤوس أموال خليجية بحكومات الخليجية هي المساهمة في هذه المؤسسة، إلا أن نجد هذه المؤسسة فاعلة في كل دولة بمشاريع صناعية معينة. لذلك أنا أعتقد أن إنشاء مثلا مدينة مشتركة خليجية بمختلف حقيقة الصناعات بأن تكون متشاركة أو مشاركة بشكل أحاد موحد يعزز الاقتصاديات ويجعل من التدفقات الخاصة بالخبرات لهذه المنطقة وكيفية إدارتها من الأمور التي تنجحها تماما. فبالتالي أنا أعتقد أن التكامل الخليجي قد يأتي عبر بوابة إحدى هذه المدن والاشتراك في إدارتها وحتى في عوائدها المستقبلية. حقيقة نتمنى أن يكون مثل هذه الأفكار أيضا ويوفق إن شاء الله ملوكنا وقادتنا وشيوخنا في جمع كلمتهم على كل حق وأيضا جمع كلمتهم على ما في فائدة لهذه الدول. أستاذ مهندس خالد، كيف المدن الصناعية توفر وظائف للشباب إذا جينا نتكلم على المؤشر البطالة داخل المملكة العربية السعودية، إذا جينا نتكلم على مدينة مثل رابغ تبعد عن جدة 80 كيلو، هذه لو وضعت بشكل معين ببيئة اجتماعية معينة تجد أنه العديد يذهبون إلى مثل هذا، حتى 80 كيلو مش يعني المسافة البعيدة. لا، هو الآن في من سكان مكة يعملون في جدة يرحلون يومياً، من سكان الخرج يعملون في الرياض ويرحلون يوميا 80 كيلو. هذه ليست مسافة تنقل، لكن أتكلم عن استيطان في هذه المدن الاقتصادية هو ما ننادي به، وخلق الفرص، خلق الفرص الوظيفية هو واحد من الروافد المهمة للاستيطان. هل المدن الصناعية قامت بهذا الدور؟ لم تقم بعد الحقيقة. أتكلم عن المدن الصناعية والمدن الاقتصادية. الحقيقة المدن الاقتصادية تبحث عن الفكرة، واحد من الفروق الرئيسية في الجانب التشغيلي للمدن الاقتصادية والمدن الصناعية إن المدن الصناعية بيئات قائمة على الإيجار، وبالتالي السكن فيها والاستثمار فيها إلى حد ما قصير المدى. المدن الاقتصادية بسبب وجود الدور المؤثر القطاع الخاص في تملك وإدارة تطوير الأراضي قائم بشكل رئيسي على تملك الأراضي، بالتالي هي استثمارات أكثر طولا وأدعى للاستيطان المستدام ويمكن تكون أكثر جذبا للشباب السعودي. لكن لا يكفي فقط إنشاء بيئات صناعية وتوفير بيئات اجتماعية جاذبة لاستقطاب الشباب. الشركات المشغلة للمصانع بمختلف مستوياتها الصغيرة ولا المتوسطة ولا الكبيرة لن تتيح فرص التوظيف للشباب السعوديين إذا لم يملكوا المهارات الملائمة لحاجة العمل. يبالهم تدريب. ما هو القضية، ما هي بس تدريب كما لو كان المفهوم لاحق. نحن نتكلم عن إعادة هيكل لمنظومة التعليم بالكامل لكي تستجيب للحاجة على المدى المتوسط. لا يمكن أن يتخرج طالب من الجامعة بشهادة جامعية بالمخزون التعليمي اللي حصل عليه على مدى 16 و17 سنة ونكتفي بأنه يأخذ جرعة تدريبية على مدى 3 ولا 6 أشهر ونعتقد أنه هو أصبح مؤهل. طبعا الأثر لن يكون على المدى القريب، ولكن يجب أن نبدأ اليوم عشان نحصل العوائد بعد 15 سنة. أستاذ علي، بشكل مختصر كيف نستطيع أن ندعم قطاع العمل وتوظيف السعوديين في المدن الصناعية بشكل مختصر؟ حقيقة لا يوجد يعني عنصر واحد للإجابة على هذا الجواب، هي مجموعة عوامل لابد أن تتكامل، تهيئة بيئة العمل وتنظيم سوق العمل بشكل كامل. طبعا هذا يمثل تحدي كبير أمام الدولة، لكن الحلول هي يجب أن تكون حزمة من الحلول تبدأ من تنظيم بيئة العمل حتى الوصول إلى الاعتماد على الميز التنافسية التي تقوم
على أساسها هذه المدن الصناعية لكل مدينة ميزة تنافسية. يجب أن يراعى هذا الجانب بشكل كبير لتأسيس الصناعات القائمة عليه. المهندس خالد عثمان المستشار المالي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذه الفترة. أستاذ علي العماش أمين الغرفة التجارية والصناعية بحائل، والمهندس خالد عضو لجنة المكاتب الاستشارية أيضا، ومن الكويت ضيفنا اللي أيضا متشرفين فيه الأستاذ ميثم الشخص الرئيس التنفيذي لشركة العربي للوساطة المالية. شكرا جزيلا لك سيد الكريم لوجودك معنا في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على أيضا تخصيص وقتكم الثمين بمتابعتنا. تقبلوا تحياتي فيصل أحمد شلوب وتحيات باقي فريق العمل ساعة الاقتصاد. إلى اللقاء.